مجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وجي معادنا مع معلوماتي. فعلشان نختصر الوقت على طول، خلونا نرحب بنجومنا اللي مشرفينا ومنورينا. اهلا وسهلا بك يا استاذه ريهام. اهلا يا ابراهيم، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل. كله زي الفل الحمد لله. ابو الشوق، ابو الشوق كابتن هيما، اخبارك ايه؟ اخبارك يا ابو الشوق؟ زي الفل الحمد لله. كله انت كويس؟ كله زي الفل الحمد لله تمام يا رب دايما. ازيك يا استاذ احمد عبد الباسط؟ مساء الفل يا نجم، اخبارك ايه؟ وحشني. اخبار الشغل ايه؟ كله زي الفل تمام. انت كويس؟ الحمد لله. مش اجازه قريب؟ لا انت مش عايز تاجز قريب؟ لا ان شاء الله، ما انت ما تتاخرش عني انت في حاجه الاسبوع الجاي بقى. طيب معلوماتي يلا. ريهام البدايه معاكي، ومباشره كده وبلا اي مقدمات، سوزا قصته ايه من طقطق لسلام عليكم؟ كنت عملت اشاره كده. هناخد ده الخبر الاولاني. يلا بينا. ماشي. خلاص غيروا بس العناوين عشان ده كان الخبر الثالث معانا. يلا. كنا اتكلمنا مع بعض الحلقه اللي فاتت عن سوزا في المرشحين وقلنا ان هو رقم واحد عند النادي الاهلي، وحتى اتكلمنا وقتها عن الكواليس اللي حصلت مع برونو سافيو والكلام ده كله، وان هو ليه ما جاش، وان الموضوع دلوقتي بدا. وبالظبط قلت الحلقه اللي فاتت ان هو استفسر من الناس عن موقف النادي الاهلي المالي، وهل عنده مشاكل ماليه ولا لا. الجديد في سوزا ان الاهلي اتقدم بعرض رسمي خلاص للاعب في مفاوضات. العرض قيمته 500,000 دولار يا ابراهيم، بيتفقوا مع اللاعب او شبه اتفقوا الى حد ما على المرتب بتاعه. اللاعب فاضل له سنه بس في عقده مع النادي بتاعه، وممكن يمشي فري بعد كده. 29 سنه هو صح؟ 29 سنه بالظبط. بس لحد دلوقتي يعني برغم ان الاهلي قدم عرض رسمي، وبرغم ان في مفاوضات جاده المره دي، جاده جدا، والمدير الفني موافق على ضم اللاعب بشكل كبير خلاص يعني، ومقتنع بيه جدا، لكن برضو النادي الاهلي حاطط بديل او اتنين للاعب عشان اي حاجه ممكن تحصل، زي ما شفنا طبعا الميركاتو اللي فات كان بعد ما اتفقوا مع يعقوب وحصلت ما اعرفش الاصابه، بعد ما اتفقوا مع مارسينيو حصل ما اعرفش ايه. فبالتالي هم حاطين بدائل تانية، لكن في الوقت الحالي لا، سوزا هو الاقرب. قدموا عرض رسمي، تقدم بالفعل للنادي هناك، والمفاوضات شغاله، وممكن لو المفاوضات مشيت بنفس الطريقه اللي ماشيه بيها الايام اللي فاتت، الموضوع يخلص خلال الايام اللي جايه. عظيم. شوقي بيه. يمكن من الكلام اللي هو بدأ انتشر النهارده على السوشيال ميديا طارق حامد. يمكن طارق حامد احنا كنا اتكلمنا من اول يوم، وقت اللي كانت قال ان اللاعب فسخ عقده بعد نهايه الموسم وبعد التعاقد مع كانتي، قلنا ان طارق حامد ما تمش ابلاغه باي حاجه، وبعد كده قلنا انه هيشارك في فتره الاعداد، وده اللي حصل. النهارده انا جاي اتكلم في نفس الموضوع، موضوع طارق حامد. طارق حامد طبعا الكلام او خلاص الاشاعات او الكلام بتقول ان خلاص فابينيو لاعب ليفربول خلاص اقترب بشده من اتحاد جده. الناس كلها ربطت ان طارق حامد خلاص تم الاستغناء عنه. طارق حامد حتى هذه اللحظه لم يتم ابلاغه باي حاجه. تمام. هل ده معنى ان طارق مكمل؟ الاشاعات او الكلام اللي بتقول اللي جاي لي ان موقف طارق صعب في الاستمرار، في ظل انه الحد خلاص نص الملعب بقى فيه كانتي وفيه فابينيو، ومن الصعب ان يبقى فيه حد تالت، لكن حتى هذه اللحظه طارق ما تبلغش بمصر. طيب طارق في حال ان هو تم ابلاغه ان هو مش هيبقى موجود، اولا هيبقى في حاجه من الاثنين. اول حاجه هيتم ابلاغه وطارق حتى الان ما يعرفش، هل هيتم يعني زي ما بيقولوا فسخ العقد معاه بالتراضي والسنه الاخيره يقدر يمشي فري، ولا اتحاد جده هيعرضه للبيع؟ هتقولي طب الموضوع ده هيفرق في ايه؟ هقول لك هيفرق في اكتر من حاجه. هيفرق بالنسبه لمصر وهيفرق بالنسبه للسعوديه. يلا. طارق حامد المعلومه اللي عندي انه عنده عرض سعودي اخر، تمام، مش من الانديه اللي هي يعني مش الهلال ولا النصر ولا اتحاد جده ولا اهلي جده ولا الشباب، ولكن عرض من نادي جيد في السعوديه، ولكن حتى الان ما بقاش الموضوع توصل للصفه الرسميه، لانه حتى الان زي ما قلنا طارق مصيره مش مع يعني مش يعني ايه تم حسمه بشكل نهائي. تمام. طيب الجزء الثاني برضو في بعض الناس بدات تجس نبض طارق او بعض الوكلاء كلموا على فكره انه يبقى في حاجه في الامارات او في قطر. طيب سيبنا الملف كله، طارق قرر انه يرجع مصر. انا بقول لك طارق في ترقب من نادي الزمالك، في اهتمام من نادي الزمالك بفكره طارق. بس هكمل لك، ما انا قلت لك عشان كده قلت لك ايه، لو طارق حامد الموضوع هيبقى عقده بس، هيتم التفكير وقتها وهيتم يشوفوا الطلبات طارق ايه، خصوصا ان طارق من كباتن نادي الزمالك وهو زي ما بيقولوا اضافه فنيه كبيره. تاني. انا هقول لك ايه، فين فلوس؟ هو انت حتى الان الزمالك لو قرر انه يجيب طارق هيتم التفاوض معاه انه يبقى الرقم مقبول، وان الرقم يبقى قريب من امكانيات نادي الزمالك، في ظل ان طارق خرج ويعني زي ما بيقولوا كان عقده كويس في اتحاد جده. في نفس الوقت انا بقول لك بيراميدز مترقبه برضه طارق. انا عارف ان بيراميدز مهتمين جدا مهتمين جدا بطارق. ففكره ان هو هيرجع مصر هيبقى على تفكيره انه الزمالك ولا هيكمل في السعوديه، ده المنتظر ان هو يبان في الساعات الجايه، لكن في الاخر طارق هو لعيب من اللعيبه المهمه اللي في الاخر زي ما بيقولوا فكره الفلوس هي اللي هتحسم التفكير في كل حاجه، وده حتى هنشرحه في اكتر من خبر. طيب عظيم. استاذ احمد امام عاشور بعيدا عن الاهلي والزمالك، ماشي، موضوع تاني خالص يعني.
البعض خرج وتحدث عن انه امام عاشور مش مصاب ولما رجع مش حقيقي، ناس غلطانه يعني. والبعض خرج وتحدث انه امام عاشور مصاب بشد في العضله الخلفيه، مزق في العضله الخلفيه برضو مش حقيقي. طب ايه الحقيقي بقى؟ الحقيقي ان هو مصاب، بس الاصابه عباره عن ايه؟ ودي اول مره هتتقال يعني. اصابه امام عاشور هي قطع في وتر العضله الخلفيه، ودي اصعب وارخم اصابه بتيجي في العضله الخلفيه لاي لاعب. واحده واحده. تيجي تقولي طيب يعني امام لما كان جاي للجهاز الطبي المنتخب مصر بقياده الدكتور محمد ابو العيله كان جاي من هناك عشان يتعالج. تمام، وبتبعت تقرير يومي بالفيديو لنادي ميتلاند الدنماركي. ماشي. تمام يا شوقي؟ تمام. فهو بالنسبه يا شوقي ايه ده، انت محتاج تعتذر لمصر. ما خلاص بقى انا طلعت انت غلط مره ثانيه. ده الدوري الميتلاند تاني الدنماركي خلاص. افتح على نفسك ليه الابواب دي؟ ف امام عاشور كان بعت للدوري الميتلاندي، بيتبعت للدوري الدنماركي تقرير يومي فيديو وتقرير اسبوعي يعني. الا انه المفاجات في النص انه امام عاشور كان بينقطع بمده اسبوعين مثلا عن العلاج، وكان من المفترض ان يعود امام عاشور لميتلاند يوم 20/6. ده ما حصلش لانه اصلا ما كملش علاجه، هو ما اتعالجش، علاجه لم يكتمل. وتم ارسال مخاطبات صادره وورده من الجانب المصري للجانب الدنماركي انه يا جماعه الراجل ما بيجي منقطع اصلا، منقطع يروح شويه ويقعد شويه. تمام، فكانت هذه المخاطبات تتم الى هو في مرحله علاج ولا في مرحله تاهيل؟ لا، في مرحله علاج، وهذه الاصابه تحتاج لثلاث شهور علاج، ثلاث شهور علاج، وكل يوم انت بتغيبه او ما بتحضروش بيطول مده العلاج. مش بس كده، بيخلي ان الاصابه دي ان هي ممكن ترجع لك في اي وقت. لان هي دي اخطر اصابه في العضله الخلفيه. ماشي. فكان دايما المراسلات بتتم بين الجانب المصري وفريق ميتلاند، وانه امام عاشور مش ملتزم نوعا ما. وفي النهايه الجانب الدنماركي، الفريق الدنماركي ارسل خطاب اعتذار عما يقوم به امام عاشور لينا هنا للجانب المصري. لانه هو الجانب المصري مطالب اصل. العلاج ما جاش بالاتفاق من امام، هو العلاج في مصر كان بناء على رغبه امام. بعت اتحاد الكوره عشان المنتخب يعني؟ لا، بعت للجهاز الطبي. المخاطبات بتتم مع الدكتور. الدكتور ماشي. هنا والدكتور هنا. ماشي. هو علاج امام في مصر كان بناء على رغبته وبناء على طلبه. ايوه فلازم يكون في امانه ومصداقيه من الجانب الطبي هنا والجانب الطبي هنا. فكان بيتبع التقرير. فهنا بعت انا ما فيش التزام، هناك بعت قال انا بعتذر. فبالتالي ده خط سير امام عاشور خلال الفتره الماضيه كلها باصابته، بانه المتوقع يرجع بعد ثلاث شهور، بس الثلاث شهور دول هيزيدوا كمان شويه لان هو لم يلتزم بالعلاج اللي محطوط له او الكورس اللي هو المفروض يمشي عليه. دي مفاجاه، دي مفاجاه. خد بالك برضو يعني تعقيب على كلام عبد الباسط، الاصابه دي هي اللي تعرض لها محمود الونش في شهر اكتوبر اللي فات. الونش قعد من شهر اكتوبر لغايه اخر شهر 3، يعني خمس شهور، يعني كمان مده الثلاث شهور دي. والونش كان والونش جاهز، كان راح الامارات وراح قطر، وكل يوم الونش حتى دلوقتي الراجل بصراحه الونش لاعب محترف بمعنى الكلمه، الراجل بيشتغل على نفسه. فكلام عبد الباسط خطير جدا، لانه هو كمان مش امام، كمان بيعرض نفسه لخطر كبير، و زي ما بيقولوا يعني ما نتمناش. هو انا يعني انا هنا حابب اتكلم على تفاصيل الاصابه والبرنامج بتاع الطب يعني لا اكتر ولا اقل. ده كلام عظيم. خلونا نروح لفصل، وبعد الفصل نرجع نتواصل مع حضراتكم. يلا بينا. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، لسه مستمرين معاكم في معلوماتي، ونروح للاستاذه ريهام ونسالها سؤال واضح وصريح ومباشر. ماذا عن كولر وتجديد التعاقد بعد ما الراجل ما تحول وانفجر انفجار غريب جدا جدا ب10 شهور بنجاحات وبطولات، خمس بطولات خمسه، ومكسب على الزمالك رايح وجاي في كل حته. انا دايما اتكلم واقول كلمه، وحتى قلتها معاك يا ابراهيم، ان كولر هو الصفقه الاهم للاهلي. يمكن الناس عماله تدور على مهاجم، تدور على امام، تدور على اسامي كتير، لكن انا شايفه ان التجديد لكولر هو الاهم للنادي الاهلي. المدير الفني يعني العقد بتاعه، بس عشان الناس تكون فاهمه، سنتين بس. هو في يعني في هيئته سنه واحده فقط. ازاي؟ السنة الثانية لازم بموافقة الطرفين، يعني بموافقة كولر، بموافقة النادي الايه؟ الاهلي. تمام، دي النقطة الأولانية. تاني حاجة، المدير الفني عايز يكمل في النادي الاهلي، هو جاله عروض
او اهتمامات من بعض الانديه الثانيه. الراجل شايف ان هو بيعمل مشروع مع النادي الاهلي، شايف ان هو ما عندوش مشكله ان هو يتنازل حتى عن اوفر بسعر عالي او بفلوس كتير مقابل ان هو بيحقق بطولات وتاريخ مع النادي الاهلي. شايف ان الجهاز اللي معاه عامل شغل كبير جدا، كذلك المترجم بتاعه دكتور خالد برده كمان ساب انجلترا وقصدي المانيا وجه هنا. طب مصر. تفتكري هو هيوافق على العرض ده ولا لا؟ انا هقول لك بقى مفاجاه في العرض، عشان هو العرض بس مش ان هو هيمد سنه. النادي الاهلي عقد معاه جلسه يوم الاثنين اللي فات، تمام؟ دي كانت الجلسه الاولى، فتحوا معايا ملف التجديد. الجلسه الثانيه تمت النهارده برضو في النادي الاهلي. النادي الاهلي عرض عليه ان هو يجدد له سنتين بالاضافه للسنه اللي موجوده يعني في العقد اللي هي الثانيه اللي المفروض يمددها بموافقته. طيب هل المدير الفني يوافق ولا ما وافقش؟ هنيجي بقى دي للنقطه الاهم. يبقى كده الاهلي عارض تجديد ثلاث سنين، سنتين بالاضافه للسنه اللي في العقد. المدير الفني عنده شويه طلبات، تمام؟ هو موقف الموضوع لحد ما كل طلباته الفنيه، يعني انا جاي اشتغل فانا عندي طلبات هتنفذوها لي قبل ما اوافق على التجديد وقبل ما اجدد. الصفقات اللي هو طالبها بالاسامي، الحاجات دي كلها طلباته الفنيه لازم تكون موجوده ولازم يتم حسمها خلال الايام اللي جايه قبل ما يتم حسم ملف التجديد ليه. بالاضافه لبعض الطلبات الثانيه هو مأجل الكلام فيها لحد ما يشوف الطلبات الفنيه، لان هي دي بالنسبه له هي اهم حاجه. عظيم. شوقي اتفضل. كنت هنتكلم عن مصطفى فتحي. يمكن مصطفى فتحي برده من ده مهم جدا جدا، الناس دلوقتي عايزه تعرف مصطفى فتحي في اي حته بالظبط. من الاسامي اللي كان الكلام زي ما بيقولوا زاد عليها وسخن عليها في الايام اللي فاتت، وبدا الكلام على ثلاث انديه: بيراميدز، النادي اللي هو اللي موجود فيه دلوقتي، نادي الزمالك النادي السابق، ثم النادي الاهلي. تمام. من الاخر عشان نبقى بنتكلم، مصطفى فتحي حتى هذه اللحظه هو اقرب للبقاء في نادي بيراميدز بنسبه 80%. 80% 20% انه يبقى خارج نادي بيراميدز، انه يبقى الزمالك. المعلومه اللي عندي انه تفضيل مصطفى مش بيفضل يبقى موجود داخل النادي الاهلي برغم اهتمام النادي الاهلي، وانه حتى ده اكده نادي التعاون السعودي في تقرير الصحفيه انه في استفسار، ما كانش في عرض راح رسمي من النادي الاهلي، ولكن كان في استفسار عن موقف اللاعب. واحنا كنا قلنا قبل كده هنا انه فكره انه اللي هو البند كان اخره لازم يتفعل قبل نهايه شهر يونيو، فاذا دلوقتي لازم يبقى تفاوض جديد. تمام. نادي بيراميدز في الساعات اللي فاتت بعد ما بدا يعرف انه في اهلي وفي زمالك رفع العرض المادي اللي قدموه لمصطفى فتحي عشان خاطر يخلوه يبقى موجود مع النادي في الموسم اللي جاي. طيب هنتكلم عن برضو موقف الزمالك. موقف الزمالك برضو هو من الاخر هو مستني، هو يعني نادي ليه فلوس عند نادي التعاون ال 400 الف دولار، وكان واخد بيهم حكم مبدئي من الفيفا. لكن موقف مصطفى حتى الان هو تفضيله بشكل او باخر ان هو يبقى موجود في نادي بيراميدز. يبقى هو لحد دلوقتي هو بعيد عن الزمالك، قريب من بيراميدز بنسبه 80%. بنسبه 80%. ال 20% لو حصل كده كده زي ما انت بتقول دايما كلمه بتحب تقولها ان في متغيرات في كره القدم، انه ممكن في الساعات الحاليه عزيز. يحصل تفاوض اكبر او ان اللاعب يبدي رغبه في التواجد في نادي الزمالك. بس ثانيه، كلام شوقي مظبوط، لان هو بعد عن الاهلي خالص، يعني النادي الاهلي هو اللاعب حتى حسمها بشكل او باخر وقال ان انا تفضيل. لا والاهلي كمان بص اتفضل. اتحاد الكره قرر رسميا انه هياخد قرار في اجتماع مجلس الاداره المقبل انه فتح القيد للدوري الجديد يوم 27 الشهر الجاري. يوم 27 الشهر الجاري فتح القيد امام القائمه الاولى للانديه. 27/7 ماشي. فهو ده هيبقى اول قرار ليهم بحيث انه الانديه تعرف تسجل. الزمالك بنسبه كبيره برده ملوش علاقه بالبطوله العربيه، مش هيعرف يسجل لو جاب صفقات جديده، مش هيعرف يسجل. بالنسبه لاتحاد الكره او لرابطه الانديه حاطه ميعاد مبدئي لبدايه الدوري يوم 15/9 كويس الدوري الجديد. ولكن ده هيصطدم شويه بفيتوريا، بمعنى احنا هنلعب ماتش تونس في شهر 9 وعندنا ماتش اثيوبيا. الماتشين دول في الاجنده الدوليه واحد ودي وواحد رسمي. فبالنسبه لفيتوريا انا هبقى جايب اللعيبه وهم قاعدين ازاي، يعني انت فاهمني. هيعتمد على المحترفين، بس هل لما يقعد مع الحاج عامر حسين ورابطه الانديه يقدموا ميعاد الدوري علشان ان هو يعرف يلعب المعسكر بتاعه باللعيبه الاساسيين، ولا انه الرابطه هتقنعه علشان الانديه طالبه ان يبقى عندها شهر ونص فتره اعداد؟ ده اللي هيتم خلال الاجتماع اللي هيعمله الاسبوع الجاي. اسالك سؤال، لو عندك معلومه قول لي، لو ما عندكش قول لي ما عنديش معلومه. نهائي الكاس هتلاقي يوم 30 فعلا ولا ممكن يترحل؟ ممكن يترحل. يترحل للموسم الجديد. ممكن يترحل شويه، هم عايزين يلعبوا بس ممكن يترحل شويه. عظيم. روح لفصل وبعد الفصل نرجع نكمل كلامنا في معلومات. مباشرة نروح لإيهاب، اتفضلي.
معانا انفراد بقى. يلا يا باشا. للسنه الثالثه على التوالي بننفرد مع بعض بقميص النادي الاهلي. عظيم. تمام. الحلقه اللي فاتت كنت قلت لك ان التصوير هيتصور ثاني يوم، التصوير تم يوم الاحد ثاني يوم. تم في احد سينمات وسط البلد. ست لعيبه فقط اللي شاركوا في التصوير. احد سينمات وسط البلد. ايوه انا سمعت صح. ايوه ماشي تمام. ست لعيبه شاركوا في التصوير: محمد هاني، طاهر محمد طاهر، علي معلول، السلية، حسين الشحات، ورامي ربيعه. ماشي. كان في بعض البلوجرز موجودين في التصوير، منهم نويل وكذا حد تانيين موجودين، وليشا او اليسا بنت ميشيل كمان كانت موجوده مع ثلاث بلوجرز تانيين. ده التصميم بتاع النادي الاهلي زي ما انت شايف كده ابراهيم، في خطين ابيض من الجنب. تمام. المربعات اللي هي الصغيره دي او الخطوط الصغيره اللي انت شايفها بالشكل ده، تصميم خاص بالنادي الاهلي بالمناسبه. والله يعني ده مش هتلاقي اي فريق تاني في العالم بيلبس المربعات دي. المربعات دي لابس الديزاين ده معمول خصيصا للنادي الاهلي. ماشي. تمام. ده بالنسبه لشكل التيشيرت اللي الفريق هيلبسه الموسم الجديد ده، التيشيرت الاول. التيشيرت الثاني والثالث لسه هيتم تصويرهم، لسه ما عملوهمش. نروح بقى للوجو. ماشي. تمام. يلا بينا بقى نعرض اللوجو كده مع بعض، نشوف اللوجو الجديد والاختلاف ما بينه وما بين اللوجو بتاع السنه اللي فاتت. تمام. ده لوجو 2022، ده لوجو 2023. بص الفرق هتلاقيه بس حاجات بسيطه في الاطار الذهبي اللي بره مثلا. هنا في احمر قصدي اسود وابيض وذهبي، هنا بقى ذهبي بس. من تحت بقى نازل زي كيرف 7. تمام. النجمه اللي تحت ما لحقوش طبعا علشان التيشيرت مصمم من وقت طويل، ما لحقوش يحطوا بقى ال 11 ولا ال 10 ولا الكلام ده. نادي القرن شفناها ان هي رجعت بس دخلت جوه اللوجو من جوه بالانجليزي. بالانجليزي بعد ما كانت مكتوبه، كانت بتتكتب الاول بره. دلوقتي دخلت جوه اللوجو. الاهلي بقت مكتوبه بالعربي وبالانجليزي من فوق بعد ما كانت مكتوبه بالعربي بس. تمام. ده الانفراد بتاعنا النهارده يعني. والاطار الاحمر ده نزل لتحت شويه، نزل لتحت شويه. في الجزء بقى العرض بتاعه اقل شويه من اللي قبل كده، يعني الاول كان اعرض شويه. او برافو عليك، برافو عليك يا ريهام. حلو ده، حلو ده. الحاجات دي بيحبها الجماهير جدا. اتفضل يا ابو الشوق. يمكن برضو من اهم الحاجات اللي داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي هي المرحله الحاليه. يمكن خلاص الدوري خلص، بكره الزمالك عنده اخر مباراه قدام فاركو. موسم طبعا ما كانش جيد لنادي الزمالك، ما قدرش يحقق فيه اي بطوله، خسر الدوري، خسر الكاس. يمكن تفكير في الموسم الجاي، لكن في اهم حاجه بتصطدم بيها نادي الزمالك في الوقت الحالي هي عقوبه القيد. يمكن احنا كنا قلنا من اول ستة اللي فات انه خلاص يعني الزمالك هيتعاقب بايقاف القيد، وكنا قلنا هنا وانفردنا بكل التفاصيل هنا معاك ابراهيم. وبعد كده جه خطاب نادي الزمالك اللي كان انفرد بيه الزميل احمد عبد الباسط. الاولويه داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي هي ازاي يجمع الفلوس عشان يقدر يشارك في موسم الصفقات. مش عايز اسرع الريتم شويه عشان الحق اخد نسرع الريتم شويه. تمام. يمكن في الوقت الحالي انت عارف انا في السرعه يعني ممكن اغنيها لك، اغنيها لك بسرعه رابر يعني. تمام. في الوقت الحالي هو الزمالك عنده الفلوس، بدا يدخل فيه فلوس، بدا يبقى فيه انتعاشه ماليه، ولكن المهم هو في الوقت الحالي هو توفير المبلغ بالدولار، لان العقوبه هي $1.5 مليون. فالوقت الحالي الزمالك عنده مداخيل من بالجنيه المصري، من العضويات وبعض الامور الاخرى داخل نادي الزمالك، ومن حقوق سور النادي والكلام ده كله. ولكن في الوقت الحالي هو بيتم التفكير في انه ازاي يخلي الزمالك يقدر يلم الفلوس. يمكن في نفس الوقت الجمهور بيسال، طب يا جماعه وبالنسبه للصفقات؟ الزمالك في الوقت الحالي هو الاولويه الاولى ان انا مش هروح ادفع فلوس، وان انا اجيب صفقه قبل ما ادفع العقوبه اللي عليا، لان انا في الاخر انا عندي بادجت. ماشي. فالاولويه دلوقتي الاولويه ان انا ادفع الفلوس، بعد ماشي. كده هبتدي اجهز للصفقات. في اكتر من اسم متاحين في الصفقات، ممكن نبقى نتكلم فيهم لو انت حابب الخبر الجاي، لو حابب نتكلم فيهم سريعا دلوقتي، ان في اكتر من اسم داخل نادي الزمالك. بسرعه بس قولها لي اسماء سريعه. بيبتدوا يعني محمود حماده طبعا الزمالك بيفكر فيه، محمد شحاته بيفكر فيه، فكره حارس المرمى حتى الان بدا يحصل فيها زي ما بيقولوا نقاش على فكره ان عواد يكمل ويتم الحديث معاه عن فكره ان هو يعني يكمل مع الزمالك ولكن يقلل عقده. لكن في نفس الوقت برضه الزمالك بيفكر اهم حاجه اللي الراجل طلبها ان هو يبقى فيه اجانب في الفرقه، تحديدا الزمالك بيفكر في المركز المدافع اللي بيلعب برجله الشمال، ودي اولويه عند الراجل بالاضافه للمهاجم. كنا قلنا قبل كده تفكيره في وسط الملعب. الزمالك ممكن يكون الاسامي اللي هي الرنانه اللي كانت الجماهير بتتكلم فيها غير متاحه في الوقت الحالي، ولكن في نفس الوقت اللي انا عارفه انه في اكتر من اسم ما تمش الكشف عنهم، ولكن هيبقوا زي ما بيقولوا اسامي جيده لنادي الزمالك وفقا لطلبات مستر اسوري. عبد الباسط هجي لك بس بعد الفاصل، روح لفاصل عشان ادي لك وقتك في الخبر. يلا بينا. عبد الباسط اتفضل.
بفرمان من بريرا رئيس لجنه الحكام قال لهم في اتحاد الكوره انا عايز السنه الجديده يتعمل في اللائحه بتاعتكم ان ما فيش حكام اجانب تاني في الدوري، لان لائحه السنه اللي فاتت لو تفتكر كان كل نادي يبعت قبلها ب 15 يوم ومن حقك تجيب اجانب في اي وقت انت عايزه. قال لهم لا انا عايز اقفل، ما طالما انا جيت هنا اجنبي مش عشان اجيب اجانب، انا جاي عشان اطور. ولو انا موجود وهتجيبوا اجانب فخلاص امشي انا. فالراجل ربط بقائه بان هي تتحط في اللائحه رسميا، بجانب ان هو عايز يبعت توصيات للانديه كل نادي يبقى عنده مستشار تحكيم، لان هو شايف انه الاعتراض وثقافه التحكيم والقوانين عايز يبقى كل نادي ملم بيها. ليه انا بقول لك كده؟ الراجل برضه عايز يوفر في الناحيه الماليه شويه، هو مرتبه الراتب بتاعه بصراحه بالدولار قليل، هو عايز يوفر، لانه انت الحكم اللي حكم مباراه القمه مثلا كابتن محمود البنا الراتب بتاعه 7000 جنيه بيصفصفوا معاه في الاخر على 6300، لو هو راح يحكم ماتش بره بياخد 1200 دولار، لو احنا جبنا واحد من بره حكم ساحه الراتب بتاعه فيه 500000 جنيه الحكم الساحه بس الواحد اللي هو 15000 دولار يعني. فانا بقول لك التفاصيل دي كلها والراجل عايز لا يغربل الموضوع ده كله ويطور منظومه التحكيم. عظيم. ايهام طبعا امام الناس كلها عايزه تعرف اخر التطورات. الموضوع بس كان في مجرد شويه اتفاقيات بسيطه كانت بتخلص. يا عيني يا جماعه اتخبطت على دماغها دروخه شويه مننا. طب اعذروني اصابه عمل. اصابه عمل. العلاج على حسابك. اصل لقيتك دمعتي فالناس اللي تفتكر حاجه ولا حاجه، حد زعلك ولا حاجه، يعني اتخبطت في دماغها فالعمليه صعبه. افتكرت. اتفضلي يا ريهام. فطبعا الناس يعني عايز تعرف المستجدات. كان في بس شويه حاجات بسيطه، اتفاقات ما بين النادي الاهلي وما بين ميتلاند، عايز بونص تمام، عايز يحط في العقد بونص. وكابتن امير توفيق مدير التعاقدات كان بيحاول ان هو ينزل الارقام دي على قد ما يقدر، لان هم كانوا حاطين ارقام كبيره وقدر ان هو يقلل فعلا الارقام دي خالص. هل من المتوقع يتم الاعلان عن الصفقه امتى؟ ممكن يتم الاعلان الاثنين الثلاث مثلا خلال الايام اللي جايه دي، اذا ما جدش جديد في اي حاجه يعني. بن شرقي بس عشان بعد فسخه بقى كلام كتير قوي يعني. المعلومه اللي عندي من اكتر من 3 اسابيع تم التواصل مع بن شرقي تمام، كانوا الاهلي مستني برضو يشوف موقفه ان هو هيفضل مع الجزيره هيفسخ ايه اللي هيحصل، عشان الاهلي ما كانش عنده فلوس ان هو يدفع للجزيره فلوس من الاخر يعني. توصلوا لبعض الارقام مع اللاعب بالفعل بالمناسبه، بس كل الارقام اللي بتتقال على السوشيال ميديا دي كلها غلط. مش اي ارقام فيها صح خالص. الموضوع واقف لين اللاعب طلب فلوس زياده فالموضوع واقف. الاهلي حاطط اصلا بدائل للاعب، يعني عنده بدل البديل 3 اوريدي موجودين عنده، مستني ان هو يشوف الموقف النهائي دي، هيوافق على العرض المادي اللي مقدمه الاهلي اهلا وسهلا، ما وافقش هيرجعوا للبدائل اللي هي موجوده اوريدي عندهم يعني. عظيم. شوقي. يمكن خساره السمك في القمه كانت خساره كبيره، خساره قاسيه، وكانت خساره يمكن يعني زي ما اقول لك صداها الاكبر كان على مستر اوسوريو اللي من الاخر هو كان داخل مباراه بطريقه لعب معينه هي ادت لخساره الفريق. يمكن رد فعل مستر اوسوريو بعد المباراه هو قال إن او اتكلم قال ان انا بالنسبه لي كانت اهم حاجه ان انا ابص اشوف فرقتي وفلسفه اللعيبه بتاعتي ازاي هتقدر تنفذه في المباريات. فبناء عليه الراجل اهم حاجه عشان ده المهم بالنسبه للناس ان هو قرر يحس ان هو يغير تفكيره في الصفقات شويه. هو شايف ان نص الملعب هيطلب دعم من نص الملعب، وهو شايف ان نص الملعب محتاج دعم باثنين لاعبين على الاقل، غير مركز المهاجم غير مركز المدافع اللي بيلعب برجله الشمال. ما حددش اذا كانوا هيبقى مصريين او اجانب في الوقت الحالي، لكن هو الراجل من الاخر حس نص الملعب بتاعه كان مستباح بشكل كبير، فشايف انه الافضل هيبقى في انه يبقى في تعديل عن الباك الشمال. واتكلمنا عن الباك اللي بيلعب الشمال واتكلمنا عن المهاجم في الفقره اللي فاتت. ماشي الكلام. عبد الباسط سريعا. لا انا كده زي الفل خلاص كده. شاكرين جدا جدا استاذ عبد الباسط. عايز تقول حاجه عشان بسرعه؟ سريعا. يمكن اللعيبه المعارين محمود علاء واحمد عيد ويوسف اوباما وحمدي علاء هيبقوا موجودين مع نادي الزمالك في الفتره الجايه، وحتى يسافروا مع الفرقه في السعوديه. قيدهم من عدمه ده لسه الموضوع لسه مش واضح بشكل كبير. نقطه اخيره برضو، احمد ايمن منصور منتظر تحديد مصيره مع نادي الزمالك بعد ما خلص الموسم اللي قضاه مع نادي طلائع الجيش. اذا كان نادي الزمالك هيبقى موجود معاه هيبلغون انه هيبقى موجود في الفتره المقبله ولا هيتم اعارته من جديد. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. رابر جامد ما شاء الله. هتنافس ويجز قريب. حبيبي ايمن شكرا لي. لا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتينا. شكرا يا ابراهيم، وشكرا على دعمك لينا، وشكرا على كلامك في الحلقه. انا اتفاجئت بيه وانا بسمعه، ودايما يعني انت بتدعمنا في كل الاوقات مش بس حتى دلوقتي، سواء انا وشفت دعمك طبعا للحكمه. فانا بشكرك جدا 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 على دعمك لينا طول الوقت. ربنا يخليك يا رب. شكرا يا ابراهيم جدا، شرفتنا وبتنورينا. بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. ما دعمناش انا وعباس. لا انتوا رجاله، انتوا عادي، انتوا مش محتاجين دعم، محدش بيقول لكم روحوا على المطبخ.
بس بشكرك شكرا جزيلا شرفتونا بسعد بيكم دايما وبتألقكم ومجهودكم الكبير جدا عشان تجيبوا للناس معلومه وخبر. دي كانت حلقتنا النهارده بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. قبل ما اسيبكم عندنا رسالتين بتقريرين حلوين نتبسط فيهم مع بعض من العالمين في المهرجان الفني الرياضي الممتع اللي موجود هناك. هنتابعهم مع بعض وكده تكون حلقتنا خلصت وهنشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره مش في نفس الميعاد الحقيقه احنا الساعه 1:30 ان شاء الله باذن الله. صباح الخير. سلام عليكم. اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان من مدينه العالمين الجديده معانا البلوجر الالماني الشهير نويل. نويل اتس ا بليجر. نويل سعداء بوجودك معنا في قناه اون تايم سبورتس. ما رايك في العالمين؟ شكرا جزيلا. اعتقد انها مدينه جميله جدا. اعتقد الكل يحب هذا الشاطئ والرمال والمياه الزرقاء الصافيه. لم تتح لي الفرصه لكي اسبح ولكن غدا ساسبح في هذه المياه. هذه اخر جزء في زيارتي لمصر. بعد الساحل ساغادر ساستمتع واسترخي واستمتع بهذا المنظر الجميل. اريدك ان ترسل رساله عن مصر وعن العالمين. ماذا يمكن ان اقول عن مصر؟ مصر بلد جميله ورائعه وشعب مدهش والاجواء ممتعه جدا. انا بقيت هنا لمده شهر ونصف. كان من المفترض ان ابقى اسبوعين فقط ولكنني بقيت هنا لمده 5 أو 6 أسابيع. الشعب المصري شكرا جزيلا لكم. احبكم جميعا. كل شيء كان هنا رائع. وأنا أحب دائما أن أقول العالمين. علي أن أتعلم اللغة العربية أيضا. الساحل رائع جدا والمناظر مدهشة جدا وأنا سعيد جدا بوجودي هنا. ما رأيك أن ترقص الآن؟ انظر ارقص مثلي. أرني كيف ترقص. أنت تتحرك بشكل جيد. شكرا جزيلا نويل. اول بطوله ليا في التيك بول وتقريبا اول بطوله تتعمل في مصر تيك بول. يعني انا اصلا بلعب كره قدم فانا بلعب تيك بول فور فان كده. يعني بنروح نحجز في مكان في المعادي تيك بول امباير فهو بس مكان بنروح ننبسط فيه. فاول بصراحه ما عرفنا ان في بطوله قلنا نيجي نجرب. يعني وما كنتش توقعت خالص ان ممكن بطوله زي دي تحصل في مصر وتحصل بالجمال ده حقيقي. لا هو الفكره ان ما فيش انديه وكده للتيك بول بصراحه. بس احنا لما بنحب نروح نلعب في المعادي تيك بول امباير في هناك بنروح نحجز يعني ونلعب. بس انما ما فيش بقى انديه هي لغايه دلوقتي بصراحه مش منتشره قوي. فيعني انا نفسي بصراحه تنتشر اكتر من كده. عشان كده انبسطت جدا ان في بطوله حصلت زي دي عشان تنشرها شويه. فيعني انا نفسي بصراحه ان تكون معروفه اكتر من كده. طبعا العالمين مكان جميل جدا والايفنت حلو جدا. التنظيم على اعلى مستوى. البطوله لسه داخله مصر من فتره قريبه وفي كوميونتي كتير في اللعبه وفي ناس يعني متطوره في اللعبه بطريقه كبيره. والايفنت كمان خلى الناس تشترك اكتر وفي اعداد كتيره. يعني كان في اكتر من 40 فرقه او 50 فرقه. فالبطوله جميله والمكان اجمل. فان شاء الله باستمراريه كده المكان يبقى احسن ان شاء الله. دلوقتي النهائي الاربع لعيبه على اعلى مستوى واللعبه متطوره بشكل كبير في مصر وهتلاقي الكوميونتي بتكتر في الفتره الجايه. البطوله النهارده الاجواء يعني تحفه. النهارده الفاينلز للعيبه زي ما احنا شايفين. اصلا الماتش النهائي بيتلعب دلوقتي مباشر. ماتش جامد جدا. ماتش مولع. كابتن احمد عبد الرحيم واحمد ومؤمن وسعد برضو. في لعيبه قبل كده شاركت في بطوله العالم اللي فاتت وما شايفين ان المستوى هنا قوي جدا ما يقلش اي حاجه عن بره. يعني عندنا لعيبه في مصر اقوياء قوي. امبارح برضو كان في ماتشات قويه جدا والاجواء كمان حلوه قوي. يعني في البطوله المره دي على البحر وفي العالمين جو كويس جدا. يعني هو البطوله الصراحه في مدينه العالمين الموضوع كان هايل. كل اللعيبه كانوا مبسوطين بالتنظيم وبالمشاركه. الموضوع كان فيه تكافؤ فرص لكل الناس. والصراحه بدايه في العالمين مشروع كبير وان شاء الله يبقى فيه بطولات ثانيه مش مجرد البطوله دي بس. بيمثلها حاجه كبيره جدا. البدايه للتيك بول هتبقى من العالمين وان شاء الله الموضوع مش هيبقى بس على قد البطوله دي. في بطولات جايه كتير
فالموضوع باذن الله بدايه موفقه لمصر وان شاء الله نقدر نشارك في بطولات عالميه. الحمد لله البطوله كانت لذيذه، تأهلنا للسيمي فاينلز بس للاسف يعني ما عرفناش ان نبقى ثالث يعني مركز ثالث، بس البطوله لذيذه جدا يعني الحمد لله. حاجه تشرفنا ان احنا بنلعب في المكان الرائع ده وكمان على البحر وفي العالمين الجديده، مدينه جميله جدا، فاتمنى انها تتعمل كل سنه. وكان سيت جميل جدا، اخر سيت ده خسرنا فرق 3 نقط، فالحمد لله ربنا يكرم ان شاء الله، والسنه الجايه تعمل بطوله اكبر من دي واحسن ان شاء الله ونشارك فيها وناخدها السنه الجايه ان شاء الله. هو ربنا يعني الحظ ما حلفناش، بس الحمد لله على كل حاجه عملنا اخر ست كويس جدا، بس هي الرمله لما بتيجي على الترابيزه شويه الموضوع بيبقى رخم، الكوره بتجري، بس الحمد لله ماتش جميل. هم كانوا معانا في المجموعه، احنا كسبناهم في المجموعه، بس يعني خير، هم كانوا احسن مننا في الست الاخير فالفوز كان من نصيبهم. يعني احنا مبسوطين طبعا بالاجواء وبالبطوله اللي حصلت ديت جدا. لعبة تكبول لعبة كبيرة، بس هي لسه ما اتعرفتش، لسه بيور يعني شوية، لسه ما اتعملهاش اتحاد والحاجات دي. ان شاء الله قدام هيبقى ليها يعني شعبية اكتر من كده بكتير. احنا عجبتنا اللعبة انا ومؤمن، وقررنا من فترة، من بقالنا سنتين مثلا بنلعب اللعبة، قررنا ان احنا نبقى يعني وان تيم، وابتدينا ان احنا نتمرن في مكان اسمه تكبول امباير في المعادي. بس هم سمعنا عن البطوله فقلت له تعالى نجرب، واي نوت يعني انا وانت، وعرفنا كمان ان ناتالي ومايا موجودين، فقلت له عادي، اكسبيرينس قويه بالنسبه لنا ان احنا نخش حاجه زي كده. هو طبعا شجعني لحاجه زي كده وجينا الحمد لله. اكيد طبعا فرحان جدا جدا جدا، لان هم كانوا حوالي 72 فرقه، دخلنا دور الثمانيه تاهلنا، وبعد كده دخلنا السيمي فاينل، وبعد كده لقينا نفسنا بنلعب فاينل، فالحمد لله والله يعني ده فضل من ربنا الحمد لله. احنا مبسوطين يعني بالاجواء جدا، اول مره اشوف تنظيم ومكان بالروعه والجمال ده الصراحه. انا كنت متفاجئ، انا دخلت بطوله قبل كده السنه اللي قبل اللي فاتت، بس ما كانتش بالجمال ولا بالروعه دي الصراحه ولا بالتنظيم الهائل ده. مدينه العالمين مدينه الصراحه تنافس احسن مدن العالم دلوقتي، بل احسنهم كمان. والتورنمنت النهارده كانت صعبه جدا علينا، والفاينل كمان السيمي فاينل كان صعب، حتى كنا بنخش للفاينل جيم كان الموضوع صعب، بس الحمد لله ربنا وفقنا وعدناه على خير الحمد لله.